أصدرت وزارة دفاع النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين وتسريح من يبلغ سن 40. هل يستحق الأمر أمراً إدارياً؟ أم أن وزارة دفاع النظام تحتاج إلى ذر الرماد في عيون من تحتفظ بهم لسنوات طالت لبث بارقة أمل جديدة تأخذ الطابع الرسمي لتقول لمن ينتظر ربما دورك آت؟ وفي سياق القرارات الكلاسيكية والمكررة تصدر وزارة دفاع النظام أمرا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين وتسريح من يبلغ سن 40. في تفاصيل القرار ينهى عن استدعاء الضباط الاحتياطيين اعتبارا من بداية الشهر المقبل لكل من يتم سنة وأكثر من خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية الشهر الحالي ضمنا، كما ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين لكل من يتم 6 سنوات وأكثر من خدمة احتياطية فعلية، وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين لكل من بلغ سن 40. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء مكرر لا يشمل إلا فئات محددة ضمن شروط معقدة ممن أمضى سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ، إلا أن البعض اعتبره ضمن رسائل للخارج بأن الأمور في سوريا قد أينعت وتم قطافها، أو في سياق التماهي مع المطالب العربية بإصلاح المؤسسة العسكرية. حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الله الأسعد رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور عبد الله. كيف يمكن بداية قراءة هذا التكتيك الجديد أو الاستراتيجية ربما الجديدة إن صح التعبير، وما الذي لفتك في قرارات جيش النظام اليوم فيما يخص أو يتعلق بمسألة إنهاء أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية إنهاءها وللضباط وصف الضباط والأفراد؟ نعم، مساء الخير لك يا سيدي وللسادة المشاهدين. أهلا. في الواقع طبعا هذا القرار ليس من صلب يعني القانون الأساسي للتجنيد، يعني إذا جئنا مثلا إلى الموضوع نقطة نقطة، إنهاء استدعاء الاحتياطيين من الضباط المجندين الذين أنهوا سنة واحدة حتى نهاية 30 حزيران. هؤلاء طبعا ضباط مجندين، يعني هؤلاء تبعوا دورة ضباط مجندين طبعا من حملة الشهادات الجامعية وجاءوا إلى القوات المسلحة خدموا خدمة إلزامية. ربما هؤلاء يعني أتموا خدمة إلزامية واستدعوا مرة ومرتين إلى الدعوة الاحتياطية، والآن يعني يجب أن يتم تسريحهم حتى أقصى يعني حد لهم من كان قد خدم السنة واحدة أو أكثر يتم تسريحه في نهاية هذا العام. طبعا في القانون التجنيد الأساسي يتم استدعاء صف الضباط المجندين لمدة 45 يوم ربما تمتد إلى 3 أشهر. إذن هذا القرار هو عبارة عن قرار ليس من القانون الأساسي للتجنيد. يعني لا يمكن وصف هذا القرار أو اعتباره قرار دوري روتيني، أم أن هنالك أسباب ربما يعني أخرى تدفع النظام لاتخاذ هذا القرار؟ طبعا بالتأكيد ليس قرار يعني دوري، هذا قرار يعني يسمى استثنائي من أجل طبعا يعني هؤلاء الضباط المجندين في السابق كانوا إذا كان ضابط مجند مثلا يحمل شهادة جامعية يخير هل تريد مثلا أن تتم مثلا الخدمة، هل تريد التطوع، هل تريد مثلا أن تبقى في القوات المسلحة. هنا الآن نتيجة نقص القوة البشرية في القوات المسلحة تم الإبقاء على هؤلاء. ربما الآن في 30 حزيران نجد أن هناك ناس كانوا قد أتموا 3 سنوات من الخدمة الاحتياطية وأكثر من ذلك. هم وضعوا الحد الأقصى أن يكون سنة، يعني الآن إذا عندنا ملازم مجند، خلينا نحكي ملازم مجند خادم 6 شهور الآن لا يصرح في 1 تموز. إذا هذا مخالف للقانون. لماذا؟ لأن القانون الأساسي للتجنيد هو 3 أشهر فقط لا غير. ربما يتم استدعائه لدورة احتياطية أخرى ولكن ليس متواصلة فوق 3 أشهر. هذا الشيء اللي جرى هو شيء استثنائي تم نتيجة مثلا نقص القوة البشرية الموجودة في الضباط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ممكن أن نعود إلى النقطة الأولى فيما بعد، النقطة الثانية هي يتم إنهاء استدعاء صف الضباط والأفراد الذين
بلغت خدمتهم الاحتياطية 6 سنوات حتى 30 حزيران، يعني يصرح في 1 تموز. إذا هؤلاء، نعم، هؤلاء أنهوا الخدمة الاحتياطية، الخدمة الإجبارية، وتم يعني إبقائهم في الخدمة وأكملوا الخدمة الاحتياطية من ضمن الخدمة التي يخدمون بها 6 سنوات. يعني الآن العنصر سواء يعني مجند أو صف ضابط، إذا كان خدم أقل من 6 سنوات لا يصرح، وهذا طبعا ليس من قانون التجنيد الأساسي. هذا الموضوع هو موضوع يعني استثنائي، ويتم ليس يعني بشكل روتيني أو بشكل مثلا نظامي عندما يبلغ مثلا كذا سنة يصرح، لا. الآن هذه القوانين يتم إصدارها نسبة لاحتياجات القوى البشرية، القوات المسلحة. يعني مثلا يوجد مثلا نقص بالأطقم، أطقم الدبابات، أطقم المدفعية، أطقم المشاة، حسب هؤلاء يتم. حتى الآن، حتى الآن ولكن يعني يتم دعوات للتطوع، يعني وهذا يعني يثير العديد من التساؤلات. نعم. بالرغم من أنه إنهاء الاحتفاظ تواصل وزارة الدفاع الإعلان عن دعوات أيضا للتطوع. نعم. تتضمن مجموعة حوافز للراغبين بالانضمام والتطوع ضمن عقود أيضا محددة. كيف يمكن قراءة ما يجري من هذا التضارب أو التناقض؟ طبعا هو نتيجة النقص الحاد في القوى البشرية. طبعا ابقوا على هؤلاء الافراد وصف الضباط والضباط المجردين في الجيش. الان الانتقال الى مرحله الجيش الاحترافي، طبعا اكثر يعني اكثر الموجودين في الفرق الان التي بقيت، يعني ما عدا مثلا المنشقين الذين طبعا من صف ضباط وضباط وافراد انشقوا خارج القوات المسلحه. الان يتم يعني نظام جديد. ما هو النظام الجديد؟ مثلا الان يعني لجان التطويع التي تذهب، وهذه ليست جديده، في السابق كانت كل الفرق ترسل لجان تطويع تجوب قرى، وخاصة قرى الساحل والأرياف وريف حمص الغربي والشرقي ومصياف، والمنطقة التي طبعا يعني يريدون أو عندهم رغبة في التطوع في الجيش. هؤلاء الآن ستجد أن الكمية غير يعني تختلف عن ما كانت في السابق. لماذا؟ لأن الآن وضعوا نظام جديد بتحديد اللجان الشعبية ولجان الدفاع الوطني، هذه قوات سموها رديفة، بأن تدخل ضمن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة. يعني الآن دخلت الفرقة الثانية، الفرقة السادسة، الفرقة الثامنة، هذه لم تكن سابقا في الجيش. إذن هذه النقطة الثانية 6 سنوات. النقطة الأخيرة وهي النقطة الثالثة، لمن خدم سنتين حتى 30 حزيران وبلغ من العمر 42 عام، هذا يسمى بدل فوات الخدمة. يعني أي شخص لم يكن موجودا مثلا، قدم مثلا عذر بإقامة، كونه خارج البلد أو مثلا معيل أو كونه مثلا يعني وجود أخ في الخدمة وبلغ من العمر 42 عام، كان في السابق يدفع بدل فوات خدمة ويطوى قيده، لم يعد لا يطلب لا احتياط ولا أي، حتى ضمن يعني الحرب لا يتم استدعاؤه. الآن لماذا هذا القرار؟ طبعا هذا القرار مادي بحت، من أجل الأشخاص الذين الآن مثلا بلغوا 42 سنة ولم تبلغ. وهناك من يقول يعني ربما إعادة هيكلة، ربما استجابة لضغوطات عربية، لها أبعاد كثيرة. موضوع الضغوطات العربية وجيش محترف وتسريح وإلغاء الخدمة الإلزامية، هذا موضوع واقعي يعني. نعم. له علاقة بهذا الموضوع. نعم، مرتبط مع هذا الموضوع. إذن استدعاء أو تطويع أكبر عدد ممكن من المناطق التي يعتمد عليها في الجيش، وجعل هذا الجيش يعني متطوع. نلاحظ يعني رغم هدوء الجبهات ما تزال قوات النظام تتعرض أيضا لعمليات لهجمات بشكل شبه يومي. اليوم هنالك أيضا قتلى وجرحى للنظام في منطقة أو مدينة دير الزور وأيضا درعا وريف حمص. هذه برأيك الهجمات كيف يمكن أن تؤثر أو يمكن أن تؤثر على قرارات في مسألة هيكلة الجيش؟ هؤلاء الآن الموجودين في درعا وفي دير الزور، الآن في درعا ليس فقط الجيش، يعني القوات المسلحة هي موجودة في درعا، توجد كتائب الرضوان، توجد ميليشيات أخرى، واللواء 313 الموجود في منطقة اللجأ، وعدة قوات من اللجان الشعبية متواجدة أي موجودة في هذه المنطقة. أو بالنسبة للموضوع، الجيش لا يستطيع الدخول إلى القرى، معظم القرى في درعا لا يستطيع الجيش الدخول إليها. يعني يفتعلون أي أشياء، مثلا عملية اغتيال أو عمليات أخرى، اقتتال بين عائلتين من أجل أن يدخلوا إلى المنطقة. هذه يعني هؤلاء الموجودين الحواجز موجودين خارج القرى.
ماذا عن دير الزور؟ ماذا عن ريف حمص؟ نعم بالضبط، خارج القرى. نعم. بدير الزور الآن، دير الزور لا يؤثر يعني قرار كهذا. دير الزور الآن مثلا من يوجد في دير الزور؟ في البوكمال والميادين ومدينة الدور، دير الزور عفوا، يوجد فيها مثلا الآن كلها ميليشيات إيرانية. يعني إذا اتجهنا باتجاه الشرق مثلا إلى المربعات الأمنية، المربعات الأمنية يوجد فيها عناصر لا يتجاوز عدد المربع الأمني 1000 شخص. هؤلاء موجودين ضمن إما ضمن سيطرة قسد، أو موجودين ضمن سيطرة القوات اللي يعملون مع القوات مع الميليشيات الإيرانية. الآن طبعا موجود لحد الآن موجود مقاومة في دير الزور، في درعا، في كل المناطق، في حمص، في يقوموا بشن هجمات على هؤلاء. هؤلاء يعني عبارة عن حصار في الواقع. في القرى موجودة في درعا عبارة عن حصار، الحواجز موجودة على داخل المدن، يشبحون، يعفشون، يفرضون أتاوات وضرائب على التاجر، على من يأتي بأغراض لبيته، أتاوات يعني كأنه تصرفهم ليس تصرف جيش وطني. جيش وطن يعني أقصد جيش وطن، إنه هذا جيش مثلا في مثلا في سوريا، هذا جيش وطن يجب أن يحافظ على المواطنين. هم غايتهم هو يعني استنزاف وابتزاز المواطنين. فلذلك هؤلاء العناصر، عناصر موجودين داخل، الذين كانوا سابقا في الثورة ثوار، موجودين داخل القرى. هؤلاء طبعا لم يصالحوا. نعم. لم يعملوا تسوية، لم يذهبوا إلى الجيش، يعني على غرار من ذهبوا إلى تطوع الفرقة الرابعة وحزب الله وغير ذلك والأمن. هؤلاء باقين في الداخل، وهؤلاء حتى الآن على يدهم على السلاح، ويقومون بشن هجمات على القوى الموجودة. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأسعد، ضيفي في الاستوديو، رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إلى محورنا الأخير، ابقوا معنا.